المزيد ينضم إلينا هاتفيا محمد مصطفى الكاتب المتخصص في الشأن التركي. سيد محمد أهلا بك مرة أخرى على أكسترا نيوز. يعني بداية نرى علي باباجان يؤسس حزب جديد بنهاية 2020 بنهاية هذا العام عفوا بمشاركة ربما استشارية من عبد الله جول، يعني كيف يؤثر ذلك على المعادلة؟ في الواقع زي ما احنا شفنا في الفترة الأخيرة انشقاقات عديدة بين قيادات حزب العدالة والتنمية وقيادات مؤسسة وليست قيادات يعني رمزية أو تقنية فقط، إنما هي قيادات مؤسسة كانت مع طيب أردوغان في بداية تأسيس الحزب، لكنهم رأوا جميعا أنه حاد عن المسار المتفق عليه وتبنى نهجا أيديولوجيا فاشيا ويرعى جماعة إرهابية زي جماعة الإخوان المسلمين والجماعات المنبثقة منها، وهو ما أدى إلى حالة الانهيار في الاقتصاد التركي. وهذا الانهيار لا تعكسه أرقام فقط، لأن الأرقام المتعلقة بتنامي أو تعافي اقتصاد دولة لا تعكس بالضرورة حال المواطن، فحال المواطن التركي يعني أكثر تدهورا بكثير جدا عن الأرقام التي تعلنها حكومة طيب أردوغان. وإحنا شفنا يعني مش فقط مظاهرات، لكن الأمر وصل لحالات انتحار جماعي. علي باباجان تحديدا هو العقل الاقتصادي لمنظومة حزب العدالة والتنمية الحاكم في تركيا، وبالتالي خروج وتأسيس حزب جديد أمر بالغ الأهمية، ويؤكد أنه لم يعد يرى بارقة أمل في تحسن الاقتصاد التركي أو في تحسن الأوضاع الاجتماعية في تركيا. سيد محمد، يعني ذكرت المواطنين، يحضرني هنا أن أسألك عن استطلاعات الرأي التي أظهرت في الفترة السابقة عددا كبيرا من المواطنين الذين يرغبون في الرجوع للنظام البرلماني، ذلك طبعا بالإضافة إلى يعني تجهيز المعارضة للانتخابات البرلمانية المبكرة كما يقولون. إلى أي مدى نتوقع بالفعل حدوث هذه الانتخابات المبكرة؟ هو بطبيعة الحال أردوغان كان خدع يعني قطاع كبير من الشعب التركي بتصويره الأمر فيما يخص الانهيار الاقتصادي الحاصل على أنه نتيجة النظام البرلماني القائم، وقام بإجراء تغيير للدستور نحو دستور رئاسي، لكن الواقع العملي أثبت للأتراك جميعا أن ما حدث هو تحول تركيا إلى دولة ديكتاتورية، ديكتاتورية ليس فقط فرد لكن ديكتاتورية أسرة حاكمة. وزي ما أشرت لحضرتك أن باباجان تحديدا هو كان بيتولى الملف الاقتصادي، لكن أيضا كان بيتولى ملف مفاوضات الانضمام للاتحاد الأوروبي، وهو أدرك أنه ليس هناك بارقة أمل في أي تحسن، واتجه لتأسيس حزب جديد كانت التمنيات أن يندمج فكره مع فكر المنظر السياسي للحزب أحمد داود أوغلو الذي انشق أيضا، لكنه يتجه لتأسيس حزب آخر. إنما رعاية بقى الشخصية السياسية الأهم في تركيا في العقد الماضي وهو عبد الله جول اللي هو الرئيس التركي السابق لحزب باباجان سيعطيه زخما كبيرا ومصداقية أكبر، ويمكن للحزبين أو يمكن للحزبان أن يتفقا لاحقا حزب داود أوغلو وحزب باباجان على شكل من أشكال الائتلاف الحكومي إذا تمكنوا من الفوز، وأتصور أنهم قد يكون في سبيلهما لتحقيق الفوز في أي انتخابات برلمانية قادمة، وبالتالي تغيير الدستور التركي مرة أخرى والعودة للنظام البرلماني وإزاحة طيب أردوغان من المشهد. أيضا بالطبع يعني تعامل أردوغان مع المنشقين مثل أحمد داود أوغلو كما ذكرت، يعني فقد أغلق له جامعة إسطنبول شهير منذ يومين، يعني أكيد بالطبع سيؤثر ذلك على شعبية أردوغان في الانتخابات القادمة. أشكرك شكرا جزيلا سيد محمد مصطفى الكاتب المتخصص في الشأن التركي.